خضار او فواكه ناكل حبها 22 نقطة. انت قلتي الرقي الرقي او شلون تاكلين شلون ناكل الحب مال الرقي؟ ناخذه نغسله ونجففه ونخليه الى الشتاء نرجع بعدين داخل الاوفن مع تمليح ونطلعه نتكرس به في السهرة. اواني والله صح والله صح والله صح والله اذا هشك لازم تاخذين اعلى درجه شكرك لانه شقد طيب هو. ها الله وين مشاهدين الخضراب تفضل يا سريع تفضل يا سريع. ها سريع اعزائي المشاهدين فازوا اليوم بفوز مرتاحين إجابات هادئة ولم تكرر وخاصة الأخت اعتماد جابتها الأشياء بمكانها حقيقة. إذا استحقوا الفوز ونقول لهم مبارك الصبيح في هذا الفوز. وأنا توني توني خليجي توني خليجي هاشم توني تأخرت علينا. يلا يا أخوي يلا يا حبيبي يلا يا عيني هلا 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 توني توني شكرا جزيلا. نقول لعائلة أصريح ألف 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 مبارك. تفضلي أخت اعتماد 10 مليون وأهلا وسهلا بكم.